لم يعد خافيا على أحد ممارسات النظام التركي وانتهاكاته في مناطق الشمال السوري التي بات يعرفها القاصي والداني، ولا سيما المجازر التي ترتكبها طائراته المسيرة بحق المدنيين العزل. اتحاد محامي شمال وشرق سوريا ندد بتلك المجازر التي ترتكبها مسيرات النظام التركي في مناطق الشمال السوري، مشيرا إلى أن تلك الهجمات والانتهاكات الصارخة لا تندرج تحت أي قانون أو عرف دولي. المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، هيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي والمحاكم التي تعنى بفض النزاعات الدولية، بأن تزجر الدولة التركية وتمنعها من أن تتدخل في شؤوننا الداخلية. الحجج الواهية التي يتخذها النظام التركي كذريعة لتبرير ممارساته واعتداءاته المتكررة على مناطق الشمال السوري باتت مكشوفة للعالم أجمع، والتي زادت من معاناة السوريين في هذه المناطق التي تتعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قبل النظام التركي. إضافة أن النظام التركي الآن يعاني من أزمة سياسية واقتصادية، الكل يعرف الأزمة التي يعاني منها النظام التركي، وهو معروف أن حزب الجمهوري التركي وهو أكبر تجمع سياسي تركي الآن معارض بشدة للنظام التركي. إضافة لانهيار العملة والأزمة الاقتصادية، كان لابد من هذا النظام من تصدير أزمته خارج الحدود. الحقوقيون استنكروا وبشدة اعتداءات النظام التركي وبالأخص على مدينة عين عيسى شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى أطماع النظام التركي القديمة بسوريا والمنطقة بشكل عام، والمتمثلة في محاولاته إعادة إحياء حلم السلطنة العثمانية التي لا تكاد تخلو خطابات مسؤوليه من التبجح به. هذا العنف الموجه ضد عين عيسى هذا لا يواجهه أي مبدأ من الحياة الإنسانية أبدا خالص، فلذلك هذه الهجمات هي حاقدة منذ قديم الزمن، خاصة أن الاحتلال التركي استعمر الأراضي السورية والأرض العربية منذ ما يقارب 400 أو 500 سنة. ومع استمرار تلك الجرائم والانتهاكات، فإن استمرار الصمت الدولي إزاءها ينذر بمزيد من الفوضى والأزمات الإنسانية في منطقة لم تكد تتعافى بعد من خطر إرهاب تنظيم داعش ومثيلاته.